النهارده اجتماع مهم. رئيس الوزراء النهارده دكتور مصطفى مدبولي عامل عده اجتماعات، منهم الاجتماع اللي قدامنا، واعتقد في فيديو لدوله رئيس الوزراء لو موجود معانا. يتابع جاهزيه المتحف المصري الكبير للافتتاح وتطوير المناطق المحيطه. بنقدم هديه للعالم، المتحف المصري الكبير ده بيكون هديه للعالم. الاجتماع اللي عمله النهارده دكتور مصطفى مدبولي بيتابع طبعا جاهزية المتحف المصري زي ما قدام حضراتكم بحضور الوزير أحمد عيسى وزير السياحة واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير وعدد كبير من السادة المسؤولين. طبعا رئيس الوزراء أكد على أنه العالم كله بينتظر هذا الافتتاح بالفعل، العالم كله منتظر اليوم ده، منتظر اللحظة دي ومنتظر تحديد الموعد، لأنه اللي هيتم تحديد الموعد من خلال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان الدعوات التي تتوجه إلى يعني رؤساء وملوك العالم للمشاركة والحضور في هذا الافتتاح. فرئيس الوزراء النهاردة بيتابع، بيتم التجهيزات في المتحف خلاص تقريبا، يعني نتكلم على كل شيء تقريبا. بنتكلم دلوقتي على المناطق المحيطة، بنتكلم على الدائري، دلوقتي كل البيوت اللي على الدائري بتتجهز بتتعمل كده بشكل يعني يليق بمصر ويليق حتى انه اي حد بيمشي على الدائري بيلاقي. ويمكن انا في رمضان عرضت لكم كان اول فيديو من على الدائري البيوت وهي بتدهن، وكمان عليها ال قدماء العظماء وقدماء المصريين والملوك وكله موجودين، رمسيس وحتشبسوت وكل ما هو يعني قدماء المصريين والملوك والملكات على مختلف المنازل. طول ما انت ماشي كده بتجد الصور بتاعتهم والرسومات بتاعتهم على كافة المنازل، وبالتالي مشهد أيضا جميل على الطريق الدائري والشغل على مدار الساعة للإنجاز. رئيس الوزراء اتكلم على أنه المتحف المصري الكبير اللي بيكون أكبر متحف في العالم هيضم طبعا القطع الأثرية المميزة والفريدة، نتكلم على 100,000 قطعة موجودة ومنهم كمان 5,000 قطعة للملك توت عنخ آمون. 5,000 قطعة هيبقوا موجودين في مكان واحد لأول مرة. الملك توت العالم كله عايز يجد الملك توت الذهبي هنا في المتحف المصري الكبير، معمول جناح خاص بالملك توت عنخ آمون. المتحف المصري ده زي ما بقول لكم كان فيه يعني من كام يوم كنت التقيت بعض ويمكن أنا شرحت امبارح، ولكن راحوا عملوا زيارة للمتحف سواء عرب أو أجانب أو مصريين حتى عايشين بره، وهم بيجوا بيروحوا يعملوا زيارة للمتحف مبسوطين جدا، وأشادوا بالرجال الإرشاد السياحي قالوا لي شفنا مجموعة من المرشدين السياحيين أعلى مستوى من المعلومات واللغات المختلفة اللي موجودين في المتحف المصري عشان يشرحوا للناس. فيعني انبهار أيضا بولادنا وشبابنا الإرشاد السياحي المتميزين. فرئيس الوزراء هذا الاجتماع النهاردة أيضا للاطمئنان على طبعا عملية الافتتاح وقرب الافتتاح. رئيس الوزراء اتكلم على طبعا الفنادق العالمية اللي أهمية إقامة الفنادق العالمية في هذه المنطقة والاستفادة من مطار سفنكس اللي هو بيبعد نص ساعة عن المتحف المصري الكبير موجود على طريق الإسكندرية في جذب أكبر عدد من السائحين، إنه بقى فيه طيارات ورحلات مباشرة إلى عبر مطار سفنكس. مطار سفنكس حاليا جاهز لاستقبال أي أنواع الرحلات والطائرات شارتر أو غيرها أو الرحلات العادية، ولكن تاني بقول لحضرتك هيكون هو لأن هو ده الأقرب. هتنزل مطار القاهرة وتيجي؟ لا، ده أنت تنزل سفنكس أقرب ليك نص ساعة تكون موجود في المتحف المصري وتوفر وقت وجهد. والمنطقة دي كلها دلوقتي الطرق بتاعتها بقت حاجة ولا أجمل ولا أروع، كلها المنطقة دي حاجة في منتهى يعني الجودة والتميز. دولة رئيس الوزراء النهاردة طبعا تابع ما تم إنجازه حتى الآن في المتحف المصري الكبير الذي يقدم أو مصر تقدم هذا المتحف إلى العالم أجمع، هيكون الأكبر في العالم هذا المتحف. احنا بنراهن النهارده ان شاء الله والدوله بتشتغل النهارده. وانا من كام يوم رئيس الوزراء وانا حييته وبحييه تاني، بدا رئيس الوزراء النهارده بيتكلم على 40-50 مليون سايح، صح؟ تاني صح،